اللاعب اللي صاحب الامكانيات الكبيره بيلعب الغنام على الجهه اليمنى، كره للنصر على مشارف منطقه الجزاء، الكره النوالي يحتسب ضربه ركنيه واضحه لمصلحه فريق نادي النصر السعودي. علي بن شيخ وناصر كويش اسماء كبيره قدمها الفريق الجزائري، عاليه وعرضيه لا زال الدفاع الجزائري يصمد، خروج لحارس المرمى، سيطره بشكل ممتاز فريق شعال، الحارس الذي شارك في اولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل مع المنتخب الاولمبي الجزائري. عاليه واماميه من شعال، لم تشتعل بعد يا شعال. عادت الخطورة الكاملة، نور الدين مرابط، نور الدين نصراوية، لا يا أحمد موسى، لكنها تحولت إلى ضربة ركنية. هذا أحمد موسى، وجماهير النصر الآن بدأت تؤازر بشكل قوي جدا، وحارس المرمى خلصها فريد شعال. شوف الكرة اللي لعبها أحمد موسى، وكان ينوي لعب الكرة العرضية لكن اتجه باتجاه المرمى، وشعال يطفئ شعيلها ويحولها الى ضربه ركنيه. لعب الكره العرضيه اخر خمس دقائق ايها الاحبه الكرام في كل مكان، مشاهدينا ومتابعينا عبر قنوات المضاد الرياضيه، النقل الرسمي لاحداث التجمع العربي كاس زايد للانديه الابطال في نسخه وين المدفعجية قبل؟ وين اللي كانوا يتمنون مثل هذه الكرات قبل؟ راموس بيلعبها لكن الحارس الجزائري الرائع فريد شعال يبعد الكرة الماضية. الكرات القليلة التي وصلت لهذا الحارس أثبت كفاءته. كما ذكرت هو دولي مع منتخب الأولمبي الجزائري في أولمبياد ريو دي جانيرو. كرة أمامية أحمد موسى، هذه أول مرة أشاهد مساحة للنصر في المباراة. أحمد موسى، موسى عرضية، سلام فريد شعال بشكل رائع وجميل. التقاط الكرة الماضية هذه بتحصلها في بروموشن قناة أبو ظبي الرياضية للمباراة القادمة. هذه اللقطة لي من عمر المباراة، عالية من عوض ممتازة ولكنها تصل سهلة إلى يد حارس المرمى، الحارس فريد شعال حارس مرمى مولودية الجزائر، يقدم مباراة كبيرة ومباراة بطولة كأس العالم الأخيرة مع منتخب بلادهم. هذه كرة وصلت سهلة عند حارس المرمى، سهلة عند حارس المرمى شعال، خرج في التوقيت المناسب، حضور جماهيري مولودية الجزائر. نحن أمام فريقين قدموا العديد من اللاعبين والنجوم في عالم كرة القدم. هذه الكرة العرضية بالراس، لكن حارس
المرمى كان موجود في المكان المناسب، أمسك بكل ثبات، أمسك الكرة الماضية. لكن الآن ركلة ركنية، محاولة من يحيى الشهري، نقلة عرضية، حارس المرمى يخلصها لحد علي يودينغ، عادت الكرة، تمريرة خلف المدافعين، ممتاز هذه، لكن فريد شعال خرج في التوقيت المناسب. لكن ايضا الكره في ابعاد، بيتروس بيجرب، وصلت المحاوله الغنام شوتات، لكن المتابعه غير موجوده، المتابعه غير موجوده. فريد شعال زعلان، فريد شعال زعلان على اللقطه الماضيه، هذه تسديده الغنام وصلت عند حارس المرمى على مرتين، امسك الكره الماضيه وتالق في الليغا وتالق في العديد من الدوريات الكبيره، هنالك في اوروبا موجود الآن، خطيرة، لكن حارس المرمى أبعد الكرة، خلصها إلى ركلة ركنية، إلى ركلة ركنية، فرص سهلة تهدر من لاعبي نادي النصر، فرص سهلة أهدرت من لاعبي نادي النصر، هذه المرة عن طريق يحيى الشهري اللي لم يحسن التصرف، لم يحسن التصرف في هذه اللقطة، بل خروج حارس المرمى، فريد شان أبعدها وخلصها إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية. تصل إلى حارس المرمى فريد، فريد شعال في الملاعب السعودية، واللاعب أحمد أيضا سجل في تلك المباراة، الكرة موجودة الآن، تمريرة لكن تصل سهلة عند حارس المرمى فريد شعال، أمسك بالكرة الماضية في رأس الملكان، هو اللي حاول أن ينقلها أو يسددها هذه الكرة، لكن حارس المرمى فريد شعال بطل في هذه، لكن